كشف تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن تباين اتجاهات الأسعار العالمية للمعادن الحديدية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير. واستقر سعر اللبلت الخام العنصر الأساسي في صناعة الحديد عند نفس مستوى الأسبوع الثالث من فبراير، وهو 525 دولارا للطن، بينما انخفض سعر حديد التسليح بنحو 10 دولارات ليصل إلى 565 دولارا للطن، وانخفض سعر الخردة المقطعة بنحو 8 دولارات ليصل إلى 338 دولارا للطن. في الرياض، كشفت تقارير صحفية عن عزم هيئة سوق المال السعودية إصدار 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. تضمنت المؤشرات رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. السعودية عضو في منظمة فاتفا التي تهدف إلى محاربة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم المنظمة بزيارات ربع سنوية للتأكد من التزام السعودية بمعاييرها. أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ارتفاع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا، كما سجلت الصادرات العراقية ارتفاعا لتسجل 2.8 مليون برميل يوميا. ودعا الشهرستاني إقليم كردستان إلى التعجيل بتسليم النفط المنتج لديها لحل الأشكال واحتسابه ضمن الإيرادات العراقية، ومتوقعا أن يصل إجمالي الإنتاج العراقي حال تسليم الإنتاج الكردستاني إلى 4 ملايين برميل يوميا. أعلن المتحدث باسم شركة غاز بروم الروسية أن أوكرانيا قد تفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به الشركة المملوكة للدولة، وذلك بسبب الديون المستحقة على كييف. أضاف المتحدث أن ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا بلغت 1.55 مليار دولار عن عام 2013 والشحنات التي تلقتها منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن اتفاق خصم أسعار الغاز يشترط السداد المستحقات بالكامل وفي حينها، ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل 3 أشهر بين اليوم الخامس واليوم العاشر من الشهر الأول في كل ربع سنة. في الصين، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر مع فتور في نشاط قطاع الصناعات التحويلية. وتراجع المؤشر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 50.2% في فبراير بانخفاض بنسبة 0.3% عن 50.5% في يناير الماضي. يشار إلى أن حكومة مستهدف لعام 2014، والذي يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتراوح بين 7 و7.5%. نهاية الوقفة الاقتصادية، وهذه عودة إلى لميس عبد الغني ونرمين خليل، ومستكمل معكم بانوراما النيل. شكرا لك معي. تعهد الرئيس الصيني بمعاقبة الإرهابيين المتهمين في هجوم كومينغ وفقا للقانون. جاء ذلك عقب هجوم بالأسلحة البيضاء شنه مهاجمون على محطة قطارات بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى 4 من المهاجمين وإصابة 130 آخرين. ونسبت الحكومة المحلية الهجوم إلى الانفصاليين اليغور المسلمين في منطقة واقعة في أقصى غرب البلاد.
أعلن الجيش الباكستاني أنه قام بتفجير معقل قيادي عسكري اليوم أسفر عن مقتل 5 مسلحين. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان طالبان وقف إطلاق النار لمدة شهر لإحياء محادثات السلام مع الحكومة الباكستانية. وأكد المتحدث باسم الحكومة الباكستانية أن الهدف من هذه العملية كان القضاء على القيادي مولا تامان شي الذي قاد أمس هجوما على قوات الأمن وفريق تطعيم شلل الأطفال ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. وأضاف المتحدث أن أي هجوم إرهابي من قبل طالبان سيتم الرد عليه، مشيرا إلى أن الحكومة على استعداد لإحياء محادثات السلام إذا التزم طالبان وميليشياتها بالهدنة. أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم ارتفاع حصيلة التفجيرين اللذين وقعا في حي مزدحم بمنطقة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا التي تواجه تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية إلى 51 قتيلا على الأقل. وجاء الإعلان عن الغارة بعد ساعات من مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر في انفجارات نسبت لبوكو حرام بمدينة ميدوغوري. وأفاد شهود عيان أن أحد الانفجارات استهدف مركزا لمشاهدة مباراة كرة القدم. وإلى تطورات الأوضاع في تركيا، حيث صادق البرلمان على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله جولن الخصم اللدود لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بينما رفضت المحكمة الدستورية طلب طعن تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد قانون المجلس الأعلى للقضاء والمدعين، وذلك بحجة وجود نقص في الإجراءات القانونية. وضع هش أكثر من أي وقت مضى تعاني الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد تعرضها لأكبر هزة منذ سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد العلمانية قبل 11 عاما، وذلك حين ظهرت فجأة قضية فساد كبيرة وألقت الشرطة التركية القبض على عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة ووجهت لهم تهم الفساد المالي. وقد شكل نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل ضربة جديدة قد تكون قاضية للأردوغان، بينما وصل الرجل أقاويله بأن هذه التسجيلات مفبركة. تركيا لن تكون محاصرة بهذه التسجيلات المفبركة ولن يسمحوا بالنيل من استقلالها. وبحسب محليون فإن سبب الأزمة هو الصراع الدائر الآن بين فتح الله جولن الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة وبين أردوغان، حيث تتمتع جماعة جولن بنفوذ كبير في تركيا ولها مدارس خاصة. وقد صادق البرلمان التركي على قانون إغلاق المعاهد الخاصة وتحويلها إلى مدارس حكومية. دعوكم من مدارسهم، مدارس التقوية التابعة للتنظيم الموازي، اتركوا معاهدهم وقولوا لهم حسبنا المدارس الحكومية. ويتهم أردوغان القضاء والشرطة بالخضوع لنفوذ جولن وبأنه وراء فتح التحقيقات في قضايا الفساد المزعومة. ودعا رئيس الوزراء التركي جولن إلى العودة إلى تركيا وممارسة السياسة إذا شاء، لكن دون إثارة الفوضى في البلاد. وينفي رجل الدين فتح الله جولن أي دور له في تحقيقات الفساد والتي تكشفت قبل انتخابات محلية مقبلة والتي يعتبرها البعض اختبارا حقيقيا لشعبية أردوغان. وتستمر الاحتجاجات المناهضة أردوغان وتطالب باستقالة حكومته على خلفية قضايا الفساد، وخاصة بعد إفراج القضاء التركي عن أبرز المشتبه بهم في فضيحة الفساد التي تطال الحكومة، وكذلك فضيحة التسجيل الصوتي لأردوغان ونجله. فبانورامانين مستمرة معكم، وفيها بعد أخبار الرياضة افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق بمشاركة 130 دولة. وصلت موجة الطقس السيء لليوم الثاني على التوالي على أغلب أنحاء البلاد، حيث ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها في هذا التوقيت، كما شهدت البلاد رياحا مثيرة للأتربة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد. دكتور وحيد، إلى متى ستستمر أو سيستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة وأيضا الأتربة؟ هو حضرتك النهارده وبكره ارتفاع في درجات الحراره،
واعتبارا من الغد ان شاء الله في انخفاض تدريجي في درجات الحراره. ولكن بالرغم من هذا الانخفاض اللي هيتراوح من 3 ل 4 درجات، ما زالت درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي لها، لكن اعتبارا من يوم الثلاث هتوالي درجات الحراره انخفاضها باذن الله حضرتك. فالطقس هيكون شتوي مائل للدفء خلال ساعات النهار وانزال لبارد اثناء الليل. هناك استمرار لنشاط الرياح المثيره للرمال والاسكيب على معظم انحاء الجمهوريه. يعني بدءا من يوم الثلاثاء سيكون هناك انخفاض في درجات الحراره المعدلات الطبيعيه، ولكن هل من المتوقع ان تعود هذه الموجه من جديد، خاصه اننا دائما ما نلاحظ هذا التغير في المناخ في هذه الفتره؟ ايوه فندم، طبعا وارد، طبعا يمكن حتى مع نهايه الاسبوع ممكن تتكرر ثاني، لكن ده هنؤكده من خلال بيان هتصدره الهيئه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله مع اخر اصدارات لخرائط توزيعات الطاقه. طيب هل من المتوقع ان تؤثر هذا التغير على حركه الملاحه ايضا؟ طبعا حضرتك، في تاثير سلبي على حركه الملاحه البحريه خاصه فوق مسطح البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيبقى اكثر من 3 امتار، سرعه الرياح اكثر من 20 عقده. الدكتور وحيد سعودي اشكرك شكرا جزيلا. افتتح في البحرين المعرض الدولي للحدائق في دورته العاشرة بمشاركة 130 من الدول العربية والعالمية. المعرض يضم نماذج من المحاصيل المزروعة محليا، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الزراعية والتي تعمل في إطار رفع الكفاءة الإنتاجية بأقل تكلفة مالية. مع بداية شهر مارس مولد فصل الربيع، بدأت أولى نسائم أجمل الفصول بالمعرض السنوي الدولي للحدائق الذي افتتح في البحرين. يقام المعرض تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقرينته الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي تتولى رئاسة المبادرة الوطنية لتنمية الزراعة. المعرض يستضيف في دورته العاشرة 130 عارضا من دول خليجية وعربية لعرض أحدث التقنيات المستحدثة في تكنولوجيا الزراعة والوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى درجة إنتاجية بأقل التكاليف. فاكرة السنة في وجود عدد من الدول معنا من الدول العربية ومن الدول الأجنبية. سلطنة عمان من خلال البلاط السلطاني أنشأوا حديقة جميلة فيها المنتجات العمانية، وكذلك جناح اليونيدو في كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي الحمد لله رب العالمين قدرت أنها تدخل القطاع الزراعي وتحقق نجاح فيه. وبالإضافة إلى المزارعين والمهتمين بشؤون الزراعة، يرتاد المعرض أيضا رجال الأعمال الباحثين عن كيفية تقنين استهلاك الوقود وبمنع انبعاث الغازات السامة في البيئة. من خلال هالعشر سنوات هذه قدرنا أن نحقق بتعاون المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة اليونيدو العالمية، قدرنا نحن نحقق نجاحات كبيرة وقدرنا ننشر وعي بأهمية الزراعة في مملكة البحرين. كما يمثل هذا المعرض فرصة مثالية للزائرين للحصول على شتلات الزهور والفواكه والخضر التي تم زراعتها محليا. البحرين تلك الدولة الخليجية شهدت خلال العقد الأخير من القرن الجديد تغيير في أهداف التنمية الزراعية، فقد تم إنشاء وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات العاملة بمجال الزراعة وتخطيط المساحات الخضراء وتكنولوجيا الصوبات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب الأيدي العاملة لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الزراعية. وختام بانوراما نيل، تذكير بأهم عناوينها. إبراهيم محلب يوجه اليوم كلمة إلى الشعب لتوضيح خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة. تأجيل محاكمة مرسي و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية إلى الثلاثاء القادم لتعذر نقله إلى المحكمة. واشنطن تحذر موسكو من عزلة دولية بسبب التدخل في أوكرانيا، وكييف تستدعي جميع قوات الاحتياط. ختام العناوين، ختام البانوراما، إلى اللقاء.